بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسل السلام. الآن نقارب إن شاء الله بعض آيات من سورة الأنفال. نبدأ بآية 15، الخطاب إلينا: يا أيها الذين آمنوا، يعني نحن اللي عندنا إيمان راسخ بأن الله هو الخالق ولا شريك له، وأن البعث سنلاقيه نحن وعالم الجن وجمع الجن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جئتوا وجه لوجه، أنتم قلة وهم كثرة، كما الآن احنا قلة والكفار تجم تقول الأكثرية السائقة. يا أيها الذين آمنوا، وهو يتأمر علينا، إذا لقيت الذين كفروا وقتلي ولدتم جابين، القلة المؤمنة والكثرة الكافرة والمنافقة والملحدة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، صديق أنتم في الزحف، صديق vous avancez vers le combat et eux aussi ils avancent vers le même terrain. ذلك أيوة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إياك يا مؤمن يا مقاتل ملا تدبر، يعني تهرب من أعداء الله، لا لا هروب من أعداء الله، واجهونا نواجههم، هما بمجموعهم ونحن بمجموعنا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا نقاو في سورة البقرة. احنا مؤمنين لسيدنا داود عليه السلام، كان بمفرده يملأه الإيمان في خالقه وخالقنا، ما واجه جالوت جولياث بحجرة، سمى الله وكبر الله ورماها فدخلت، يعني خرقت الجبهة تاع جولياث، الجنش يقولوا العامة للجيان، وبأمر الله قتل جالوت وانهزم البقية اللي كان يقودها هذا الكافر هذا المتمرد على الله. نعاود الآية، الآية 15 من سورة الأنفال، لو بوت. يا أيها الذين آمنوا، اللي ها احنا قاعدين تو الأجيال المؤمنة عندها نفس السلوك مع الأعداء، وهم كذلك عندهم نفس السلوك معنا، يعني يريدوا إبادتنا. هنا شوفوا اليوم بالواضح الكيان الصهيوني المحتل الأرض المقدسة همه كيف يبيد المجاهدين، مش فلسطين، المجاهدين عنده هو لازم يتخلص من آخر فلسطين. إنسان الأمة لها من قادتها الجهاديين هم بالمرصاد لأسقط خلق الله عند الله وعندنا أيضا وعند الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي قالوا ربي لتجدن بلام التوكيد وفعل التوكيد، لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود واللي تبعهم النصارى في مغلبهم، والذين أشركوا هم الذين يؤمنون بآلهة كاذبة. أنا هذا الاسم كذا، وموجودين يهود وغير وغير في سورة سيدنا نوح عليه السلام، عليكم كترجمة للسورة الكريمة وتراو الناس في عصر سيدنا نوح عليه
عليه السلام عشرهم 950 سنة، عشرهم وكانوا من رافضين دعوة سيدنا عليه السلام، كان عذاب الله بإغراق مجمعين بالطوفان. احنا اليوم طوفان الأقصى، والسلام بالتمام والكمال على أمة الإسلام.